قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العودة إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات جديدة، مؤكدا أن بلاده مستعدة للعودة في أي وقت إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية. من جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن، حث إيران على تبديد المخاوف التي أثيرت بشأن برامجها النووية والصاروخية البالستية والعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 2015 مع القوى الكبرى. لا يطالب غوتيريش بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني فحسب، بل يثير الأمين العام أمام الملأ الأممي هواجس ينبغي على الإيرانيين معالجتها: البرامج النووية وكذلك الصواريخ البالستية. ولا ينسى غوتيريش أن يكرر الأسف إزاء القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق عام 2018. لكن الإيرانيين الذين ينتظرون تسنم جو بايدن مقاليد الأمور لا يفتؤون يكررون تمسكهم بالملف النووي تحديداً. إعادة عقارب الساعة لاتفاق 5+1 وتعويض خسائرهم منذ انسحب الأمريكيون. إن عودة الإدارة الأمريكية المقبلة إلى الاتفاق النووي بحاجة إلى توقيع فقط، تماما مثلما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب منه. وعلى الدول 5+1 العودة إلى الاتفاق النووي وتعويض إيران عن كافة الخسائر. وخفضا لالتزامات بلاده النووية، يقر روحاني بتركيب أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز. أبلغ ذلك الأوروبيين الذين باتوا يتحدثون عن اجتماع منتصف الشهر الجاري لرأب الصدع بين أطراف الاتفاق النووي. لكن مع شد وجذب هنا وهناك، يبدو الملف الصاروخي مقحما في جدل السجالات الدولية والإقليمية كذلك. ملف مكتظ بهواجس إقليمية مذ شحن الإعلام الإيراني على مدى أعوام بإعلانات عن إنجازات عسكرية غلبت عليها البرامج الصاروخية بعيدة المدى. ومذ دجج الخليج بالبحرية الأمريكية كلما استعرى الخطاب الأمريكي المضاد لطهران وأثخن جراح الإيرانيين بالمزيد من العقوبات. ولتفاصيل الموقف الإيراني ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. تحياتي حازم. القوى الغربية والقوى الكبرى تريد توسيع المفاوضات وتريد مفاوضات جديدة مع إيران لتضم برنامجها الصاروخي إضافة إلى البرنامج النووي، فيما يصر الموقف الرسمي الإيراني على أنه لا حاجة للاتفاق الجديد ولا حاجة لمفاوضات جديدة. التفاصيل وراء الموقف الرسمي الإيراني من فضلك. يعني ديما يمكن القول أن الموقف الرسمي الإيراني واضح تماما وبات متكرر على لسان أكثر من مسؤول إيراني. إيران من خلال تكرارها لهذا الموقف تريد القول بأن كما قال روحاني تماما يمكن لواشنطن العودة إلى الاتفاق النووي من خلال رفع العقوبات بتوقيع واحد من جو بايدن، وبالمقابل ستعود هي عن كل خطوات أيضا فيما يتعلق بالبرنامج النووي بتوقيع واحد أيضا. تريد أن تبسط العملية التي شابها الكثير من التعقيد حتى الآن خلال السنوات الثلاثة الماضية. ليست هيكلية سهلة تلك التي بناها ترامب من العقوبات على إيران، وتبعاتها أيضا صعبة جدا كانت على إيران. لذلك نلاحظ هذا الخطاب الإيراني الهادئ نوعا ما، ويمكن التأكيد على ذلك من خلال أن الحكومة حتى الآن أعلنت رفضها لقرار البرلمان الإيراني المتعلق بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وكذلك رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%. هي تحاول أن تشتري الوقت قدر الإمكان بانتظار تسلم جو بايدن. أما ما يتعلق لا تريد خطوات تصعيدية. أما ما يتعلق بقضية البرنامج الصاروخي الإيراني والقضايا الدفاعية، فإيران كانت واضحة أيضا سابقا في هذا الموضوع، والآن هي واضحة كذلك. ظريف قبل أيام قال بوضوح أن عندما قررت القوى الكبرى وإيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات اتفقوا على تنحية البرنامج.
البرنامج الصاروخي الإيراني. كان هناك اتفاق أن لا يكون ذلك جزءا من الاتفاق النووي، وبالتالي إيران تؤكد على ذلك، تريد للأطراف الأخرى أن تلتزم بالاتفاق الذي نقض أصلا قبل الحديث عن أي قضية أخرى، ليس فقط البرنامج الصاروخي وإنما حتى القضايا الإقليمية. إيران قالت لبعض الدول الخليجية وتحديدا السعودية والبحرين اللتين طالبتا بأن يكونا جزء من أي مباحثات إيرانية أمريكية مقبلة، قالت بوضوح أن قضايا المنطقة لا تعني الدول الأخرى، قضايا المنطقة تحل داخل دول المنطقة، وذكرت بمبادرتها مبادرة هرمز للسلام. إيران الآن تشتري الوقت بانتظار جو بايدن ولن تقوم بأي خطوات إضافية سوى البعث برسائل إيجابية. ديما، شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل تلفزيون العربي من طهران، مساءك سعيد.